نايمين كان راك متوتر، ها راك متوتر واحد مستريسي، حاول تكون مرتاح وضرب الله تاليك خذ راحتك نسمع لك وصافي. قلت لك ملي كان سمعت القران كنت نحس براسي مخنوق زيد، مخنوق وشي مرات بوحدي كنت عصب زيد. هادشي اللي كاين كتصلي؟ كنت كنصدق كنصلي نقطعها ونصلي نقطعها، نقدر نقول ما كتصليش. ما كنتش شادها نورمال في الاول، كنت شادها كان يصلي نهار الاول كنت شادها وحتى بقيت نقطع زيد. هادشي سبق لك درت الرقية؟ كنت له هكا. واش كيوقع لك ملي كتصدل؟ كان نحس راسي مخنوق واحد شويه، كضيق عليك صدرك؟ المشكل كله مجموع لك في الصدر. ماشي في الصدر، وكنتعصب بوحدي ملي كنتعصب بوحدي. تحلم شي احلام كيتكرر لك بزاف د المرات؟ لا ماشي احلام. شي رؤيه كتعاود؟ لا تكرر. ضغط الكرسي اللوفر هذيك البصمة نور وحطو تما. صافي 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 دورو شوف عندي شو شوف عندو هو زيد 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 صافي غمض عينيك. حطيت ديك العرج اللي هكا وجلس مرتاح وسمع مزيان وركز شحال مركز مزيان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فيه شفاء للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم من السماء
إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يدي ومن خلف يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله سبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة للقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك الحق تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآية
ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال
الأغلال وأولئك الأغلال وأولئك الأغلال وأولئك الأغلال وأولئك الأغلال وأولئك الأغلال وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال وأولئك الأغلال في أعناقي وأولئك الأغلال وأولئك الأغلال وأولئك الأغلال في أعناقي وأولئك الأغلال في أعناقي وأولئك الأغلال وأولئك الأغلال في أعناقي 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 بسم الله وبأمر الله يصفد كل شيطان يقيد كل شيطان يصفد كل شيطان بأمر الله يكبر كل شيطان يصفد كل شيطان يقيد كل شيطان يكبر كل شيطان يصفد كل شيطان يقيد كل شيطان يكبر كل شيطان يصفد كل شيطان يقيد كل شيطان يكبر كل شيطان يصفد كل شيطان يكبر كل شيطان يقيد كل شيطان اللهم اجعل في أيديهم أغلالا اللهم اجعل في أقدامهم وأرجلهم أغلالا اللهم اجعل في أعناقهم أغلالا اللهم اجعل في أعناقهم أغلالا اللهم اجعل في أعناقهم أغلالا اللهم اجعل في أقدامهم أغلالا اللهم اجعل في أيديهم أغلالا اللهم اجعل في أقدامهم أغلالا اللهم اجعل في أيديهم أغلالا اللهم اجعل في أعناقهم أغلالا اللهم اجعل في أيديهم أغلالا اللهم اجعل في أعناقهم أغلالا اللهم اجعل في أيديهم أغلالا اللهم اجعل في أعناقهم أغلالا اللهم اجعل في أيديهم أغلالا اللهم اجعل في أعناقهم أغلالا اللهم اجعل في أعناقهم أغلالا اللهم اجعل في أيديهم أغلالا واجعل في أقدامهم أغلالا واجعل في أقدامهم أغلالا واجعل في أقدامهم أغلالا لباطن أغلالا سلاسل وأغلالا سلاسل وأغلالا سلاسل وأغلالا سلاسل وأغلالا قيودا وأغلالا رباطا وأغلالا كل بناء وغواص والشياطين مقرنين في الأصفاد 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 والشياطين مقرنين في الأصفاد والشياطين مقرنين في الأصفاد والشياطين مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد والشياطين مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد والشياطين 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 مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد والشياطين مقرنين في الأصفاد والشياطين مقرنين في الأصفاد والشياطين مقرنين في الأصفاد اللهم اجعل في أقدامهم أغلالا وفي أرجلهم أغلالا اللهم اجعل في أيديهم أغلالا اللهم اجعل في أعناقهم أغلالا اللهم اجعل في أعناقهم أغلالا أغلالا سلاسل وأغلالا لباطن وأغلالا
قيودا وأغلالا قيودا وأغلالا. وإن لم يفعل ما أمره ليسجنا 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 لا يسجنا 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 لا يسجنا. ودخل معه السجن ودخل معه السجن فتيان 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 ودخل معه السجن فتيان. أينما تكون يدرككم الموت وإن كنتم في بروج مشيدة وإن كنتم في بروج مشيدة اللهم اجعل عليه بروجا مشيدة. بسم الله يصفت من الأقدام يصفت من الأيدي يصفت من الأعناق يصفت. بسم الله يصفت كل جني ظالم كل شيطان ظالم كل معمر ظالم كل ساكن ظالم كل جني ظالم. بسم الله يصفت. اللهم اجعل في أيديهم أغلالا وفي أقدامهم أغلالا اللهم اجعل في أرجلهم أغلالا اللهم اجعل في أرجلهم أغلالا وفي أيديهم أغلالا وفي أعناقهم أغلالا أسفادا وأغلالا لباطا وأغلالا قيودا وأغلالا. بسم الله يصفت يصفت يكبل يصفت يقيد يصفت بالسلاسل والأغلال يصفت. بسم الله يصفت بالرباط يصفت بالسلاسل والأغلال يصفت. بسم الله يصفت بسم الله يصفت بسم الله يصفت بسم الله يكبل يصفت يقيد يصفت يقيد يصفت. بسم الله يصفت يكبل يصفت. بسم الله اللهم اجعل في أعناقهم أغلالا لباطا وأغلالا قيودا وأغلالا اللهم اجعل في أعناقهم أغلالا لباطا وأغلالا قيودا وأغلالا. وإن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة أني أمدكم بألف من الملائكة أني أمدكم بألف من الملائكة. اللهم واجعل في أعناقهم أغلالا اللهم واجعل في أعناقهم أغلالا اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل مناب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة 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 يدخلون عليهم من كل باب يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يدخلون عليهم من كل باب يدخلون عليهم من كل باب يدخلون عليهم من كل باب. وترى الملائكة وترى الملائكة وترى الملائكة وترى الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الذي بعث فينا أنبياء ومرسلين. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناس إنسا وجنا وبينات من هدى الفرقان ليخرجنا به من الظلمات إلى النور ليخرجنا به من العبودية إلى الحرية خصوصا هذه النقطة ليخرجنا ربنا سبحانه وتعالى من العبودية إلى الحرية. فلولا دين ربي جل وعلا لما تساوى الأبيض والأسود من الإنس لولا دين ربي جل وعلا لما كان الآن أوباما يحكم أمريكا لأنه أسود لولا دين الإسلام لبقي الأسود عبدا. ولكن هذا الدين أنزله الله ليخرجنا به من الظلمات إلى النور ومن العبودية إلى الحرية. الحمد لله رب العالمين الذي بعث فينا الأنبياء والمرسلين من آدم إلى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام والتسليم بشيرا ونذيرا لكي لا يكون على الإنس والجن حجة يوم اللقاء يوم الجمع والحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن وأنزل فيه سطرا آية مقطعا جملة كلمة، وبدأ في الخطاب بالجن قبل الإنس وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا جنا وإنسا وبالعبادة كلفنا ووصانا وأمرنا، وعن الظلم والشر والكفر والمكر والغدر نهانا. الحمد لله رب العالمين الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. الحمد لله رب العالمين الذي خاطب الجبابرة المتكبرين، الذي خاطب الجبابرة المتغطرسين، الذي خاطب الجبارين في الأرض الذين أفسدوا فيها وأسفكوا الدماء، وضرب لهم الأمثال بمن فاتوا قبلهم وانقضوا وأكلهم الدود تحت التراب والترى. كان أطغاهم فرعون الذي قال يا هامان ابن لي صرحا عندك لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع على إله موسى وإني لأظنه كاذبا، بل وقال أنا ربكم الأعلى إليك يا من تسمعني وتراني، فلو ملكت كتب الدنيا من السحر وكان معك سحرة الدنيا من السحر فلم تصل إلى ما وصل إليه خدام فرعون، جعلوا من العصي أفاعي، أما خدام الجن وخدام السحرة في زماننا هذا ما يقدرش يتفضوا مش عادل ما عصي أفعى. يعني سبحان الله كلما عصيتم وكفرتم وفجرتم وفسقتم وبعث فيكم الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين، وكلما أقيمت عليكم الحجة وأبيتم إلا الكفر والعيش في الظلام والظلمة إلا زادكم الله خزيا وذلا وعارا، إلا نزع الله منكم القوة لا يوجد منكم أحد يصل إلى ما وصل إليه خدام سليمان. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. كلما كفرتم وفجرتم وفشقتم وبعث الله فيكم الأنبياء والمرسلين وأنزل الكتب ليخرجكم من الظلام والظلمات إلى النور، كلما أقيمت عليكم الحجة بسطر بمقطع بآية بتوراة بإنجيل بقرآن من ألواح موسى إلى الآن، كلما أقيمت عليكم الحجة وأبيتم إلا العيش في الظلام والكفر، كلما نزع الله القوة من أبدانكم، كلما نزع الله السلطة من أجسادكم، كلما جعلكم الله أذلة على الأرض ضعاف لستم على شيء. لماذا؟ لأنكم مع الشيطان. لماذا؟ لأنك إذا الشيطان كان ضعيفا ولا يزال ضعيفا، وسيحشر يوم القيامة ويبعث ذليلا ضعيفا، وسيخاطبنا يا معشر الجن والإنس يا من كلفنا ربنا بالعبادة جميعا، ويقول يوم القيامة قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم، وعد الله جل وعلا صادق، بل ولا يحتاج إلى تصديق أحد، ووعد الشيطان مخلوف مكذوب باطل. ولهذا هذه أول لقاء، هذه أول جلسة، هذا أول حضور، هذه أول حصة، هذه أول رقية، هذه أول صرعة أو صرعة يتصرعها في حياتي، أول مرة هذا الجن يتجلى ويظهر ويصرع ويترنح ويفضح الله سره ويجلي حقيقته بعد سنوات من العذاب والألم، بعد سنوات من الرقية في البيت وسنوات من القرآن والصلاة، ولم يظهر فيه عارض ولا جني ولا خادم ولا شيطان. من جلاك؟ من فضح سرك؟ من أظهرك؟ الله تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، الذي لا يعجزه في الأرض ولا في السماء شيء. تعرف من هو الله؟ الله الذي خلق سبع سماوات طباقا بغير عمد، الله الذي تتحرك الذرات في الكون بمشيئته وعلمه، الله الذي يكور الليل على النهار النهار على الليل، الله الذي يسير هذه السماوات ومن فيها بأمره ومشيئته. فلا تظن أن هذه السنوات التي سترك الله فيها وتستر عليك ضعف من ربنا جل وعلا، حاشا وكلا وبلا،
اسمع اسمع أنا من ليس لي نية العذاب حتى هذا أول لقاء وهذه أول صرعة مكرم الضيف واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله في الناس بشرا ونذيرا ما نزل على رقاب الخلق بالسيف آمن وإلا العذاب، العكس بدأها بالترغيب صبري. فلما أبى الناس وأعد لهم العدة نزل على رقابهم بالسيف. فالأولى أن نبصرك بالحق، أن نعلمك الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. وتذكر معي هذه الكلمة لدى عيد الصراخ، اسمع اسمع يكفي أن تسمع فقط، واضح؟ ربما هذه السنوات التي عشتها في ضلال مبين ما تكلمش على خارج هذا البدن، داخل هذا البدن. وكان يدعو ربه بالليل والنهار ويناجيه ولم يظهر فيه جني ولا عارض. فلا تظن أن قوتك أقوى من القرآن، حاشا وكلا وبلا، بل الله تبارك وتعالى أمهلك. تعرف لماذا؟ أقول لك لماذا. إن الله لا يرضى لعباده الكفر. الله لا يرضى لك الكفر، الله لا يحب لك الكفر، الله لا يرضى لك أن تعيش في الذل والعبودية تحت قدم ساحر، تحت قدم ساحر. الله لا يحب لك هذا ولا يرضى لك هذا. كرمك رب العزة جل وعلا بعقل وفضلك وميزك على كثير من المخلوقات وفضلك تفضيلا. فنحن الجن والإنس مكرمون مميزون مفضلون، يكفينا أن الله كلفنا لوحدنا بالعبادة، ما دخل معنا لا كلب ولا قط ولا قرد ولا طرزوزي ولا دبانة، لوحدنا فقط أمرنا بالعبادة. وقدمكم علينا، كن على يقين، كن على يقين أن هذه الأيام أو السنوات أو الشهور التي قضيتها في بدنه رغم الرقية رغم القرآن لم تتجلى. السر ليس في قوتك، السر في رحمة الله بك، السر في رحمة الله بك. فلو أراد الله لأخذك أخذ عزيز مقتدر، ولا يعجزه شيء ولا سحر ولا طلسة ولا سحرة الدنيا بأكمله، ولكن الله يمهلك. وأكبر نعمة أن الله ساقك من عبودية وخادم سحر إلى هذه اللحظة أن تسمع كلام الله وتدعى إلى الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. رب نقمة في طيتها نعم كثيرة. كم من كافرين عمر الأبدان ولم يسمع يوما للقرآن ولم يدعى إلى الحق يوما، فمن الكريم الرحمن عليه بالهداية والتوبة. رب نقمة في طيتها نعم كثيرة، هذه رحمة الله بك. لو أخذت الأمر برحمة وقلب رطب وعين تدمع عقل يفهم أفضل من تأخذها من الصراخ والعذاب والألم. الله لطيف بعباده، الله لا يرضى لك الكفر. كن على يقين ما دمت فضحت الآن وجلاك الله فضح الله أمرك وسرك وصرعت، فاعلم علم اليقين أنك بدأت حربا قوية مع الله. سترك الله سنوات كين المكيناش، سترك الله سنوات، سترك الله عزيز. كنت تعمل في سر وصمت، والله عز وجل كان ساترك لعلك تتوب. القرآن الذي كان يقرأه أنا الليل وأطراف النهار، خمس صلوات في اليوم لما كان يمرغ جبهته في الأرض، يقول يا ربي ملحيتي تقلبت، ملحيتي تلونت من نابغة متعلم تلميذ ناجح منصي طالع إلى منصي نازل إلى واحد تلميذ من قشبة غير يقرأ بقاش عنده رغبة في الحياة، إلى تلميذ أصبح يحب العزلة، إلى تلميذ أصبح يحب الفواحش والمعاصي، إلى تلميذ أصبح يحب الفجر والفسوق والزنا، إلى تلميذ عصى ربه بالليل والنهار. تظن أن الله عز وجل ما كانش يسمعه؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وأن يفتنون وقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله كان يسمعه ولكن يبتلى المرء على قدر دينه. يروى عليه أنه كان صالحا يصلي يعبد ربه، كانت له علاقة طيبة مع الله سبحانه وتعالى، ولكن تدهورت الحياة بماذا؟ بالشيطان، بالقرين، بك أنت يا جني، بك أنت يا ظالم، بك أنت يا معتدي، بك أنت. فالآن في هذه اللحظة لما فضحت بدأت حربا مع الله، هذه الحرب لن تنتهي. اسمع، أقسم بالله، أقسم بالله، خذها مني يعني نصيحة هذه لوجه الله، والله كان قبلك على هذه الأرض من ملكوها ذهبا ويقوتا ومرجانا وقصورا وخداما وحشدا وعتادا ومددا وسحرة وأعوانا وجنودا وأبالس ومارد وشياطين وعفاريت
ولكن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت يكسر كل ملك، الموت يكسر كل جبار متكبر، الموت يكسر كل طاغية، الموت يكسر كل ظالم، الموت يكسر كل سحر ويبطل كل سحر، الموت يهدم كل شيء. الموت وأنت ستموت، ولما تموت لن ينفعك لا الشيطان ولا من أرسلتك ولا من أرسلك ولا من وكلك ولا من قيدك. فيوم القيامة يوم الخزي والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم نعرض على ربنا حفاة عراة وإصرارا. الرب الكريم عن الصغير والكبير، عن النقير والقطمير، عن القليل والكثير، عن اللحظة واللمسة والعمسة. سيسألك الله عن كل صلاة عطلتها، سيسألك الله عن كل فعل فعلت، عن كل ظلم ظلمت، عن كل تعطيل كيفما كان عطلت، عن العقل الذي بلت والعلم الذي ضيعت. يوم القيامة يوم الخزي والعذاب، يوم لا ينفع الظالمين ظلمهم، يوم لا ينفع السحرة سحرهم، والخدام قوتهم، والطير أجنحته، والغواص زعانفه، يوم لا ينفع المارد تمرده، ولا العفريت بطشه وقوته، ولا الشيطان تشيطره، ولا إبليس خطره ومكره. يوم القيامة، يوم القيامة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، ترى الذين كذبوا على الله، ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الخزي والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة، ويوم يسألنا ربنا العظيم عن كل شيء. هذه اللحظة التي تدعى فيها إلى دين الله وتتألم، اسأل نفسك أي إلا حروف؟ ما هو إلا كلام عادي طبيعي جدا، كلام عربي، ولكن كلما ذكر الله أو عظمنا شأن الله أو ثنينا على الله تألمت. كلام عربي، ولكن السر فيه أنه كلام الله من السماء السابعة إلى جبريل إلى محمد إلى الناس إنسا وجنا، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اسمعني، أنت ضعيف أمام الله لا تساوي شيئا، هذه حقيقة أنت تعلمها، أنت ضعيف، والله سترك سنوات ويسترك، والآن لما تغطرست وبغيت إلا الظلم فضح الله سرك، صرعت وظهرت وتجليت. الآن بدأت حربا كبيرة مع الله، وانشرح لك التاريخ، أي جن يكون في البدن مستخفي مختبئ كان سميوها ذاقت. فلما هذا الجن يستفيق من نومه ويصرع تبدأ عليه حرب ومشقة كبيرة يتقاسمها مع المريض. إذا اتقى المريض ربه وأصلح علاقته بالإله العظيم زاده الله رفعة وقوة ونصره على الظالم. وإذا فجر وفسق المريض وترك الله عز وجل تغطرس عليه الشيطان الجني الفاسق الظالم وزاد أكثر من الأول. ونحن نعلم، الله يعلم، الله أعلم وأعلم، أنه بإذن الله عز وجل سيستقيم. وضح
وبإذن الله عز وجل ستخرج. وقبل هذا كن على يقين أنك بدأت حربا مع الله، كن على يقين أنك ستخرج، لأن كل من حارب الله قبلك على هذه الأرض أكبرهم وأعتاهم وأطغاهم وأبطشهم وأمردهم فرعون، جعل الله جثته وعظامه في المتحف كي يزورها الأطفال والكبار والشيوخ والنساء، جعله الله آية للعالمين. لن تصل إلى كفره، ولكن لما أدركه الغرق علم حقيقة الله عز وجل وحقيقة لا إله إلا الله وحقيقة الجنة والنار وحقيقة الخلق التي لأجلها خلق الله من على الأرض. وقال لما أدركه الغرق: الآن قد آمنت بالذي قد آمنت به بنو إسرائيل. ومن شدة غضب جبريل جعل التراب في فمه حتى لا يقول هار. يعني أنت الآن في نعمة عظيمة، يا إما تستغلها وتخرج بسلام لا ضرر ولا ضرار، لا تظلمون ولا تظلمون، مسلما لله جل وعلا، بدل أن تعمر القفار والخلوات والسيول والجبال والأودية والقبور والغابات، جعل الله للصالحين منكم المساجد لا يعمرها إلا الطاهر التقي النقي. يا إما تخرج مسلما طائعا لله جل وعلا، احتدي الحسنين إن ذكركم صافي، لأن لابد من التذكير، لابد ضروري التذكير. يا إما تخرج طاعة لله عز وجل مسلما ويغفر الله لك ما مضى، والتوبة تجب ما مضى. وهذا الدين للآن احنا كنقرأ لك القرآن دياله، وراك تلك الذبيحة يوم العيد تترنح يمنة ويسرا. هذا القرآن العظيم الذي يقرأ عليك الآن وجعلك في هذه الحالة، حالك للقرقوبي، هذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم الكريم ينزل رب السماوات والأرضين على محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال ربي في كتابه وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى. قال هذا النبي الهمام الذي أنزل عليه القرآن، قال هذا النبي الهمام الذي أنزل عليه القرآن، التوبة تجب ما مضى، أي تمسح ما مضى، أي يغفر الله بها ما مضى. فيوجد عندنا شيء في هذا الدين ما كاين لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند البودا ولا اللي عند اللي عبد الطبات ولا الفيران ولا القراق، هو ما هو أن التوبة تجب ما مضى. ففي الكنيسة والدين هناك أشياء مختلفة، إلا بغيت تبخس يخبع عليك البابا، يوقع عليك البابا، تحزم البابا، يتقي عليك البابا، فهمت؟ ديننا لا، ديننا غير بينك بين الله عز وجل، وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا، نزيدك يرسل السماء عليكم مطرًا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. لأن لماذا أخاطبك؟ لأن الله كرمك بالعقل، وكان كانت قدامي بقرة ولا حولي ولا نعجر عنش الخاطبة، ولكن لما حشرك ربي معي في الآية وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أهل العلم: خلقت الجن والإنس بعقل وشهوة، إذا غلبت شهوتهم على عقلهم كانت البهيمة أفضل منهم، وإذا غلب العقل على الشهوة كانوا أفضل من الملائكة. لأنني أخاطب صاحب عقل يفهمني، وكلما وصلت إلى مكان الضر والضرر صرخ وتألم وصاح، لأنه يفهم، عشان كلمة الحيطان، لأنك تفهم، ولأنك تفهم هذه الحصة الأولى وأول مرة في حياتك تصرع وتتجلى على جسد إنسان. وذكر به الذين يخشون ربهم. ولكن الشرط الثاني إن شاء الله بإذن الله عز وجل طلع فيك نعطيك نسبي كوكوش عليه كمك واضح. اسمعني، هذا الدين عظيم، التوبة تجب ما مضى. إذا تبت لله عز وجل كالذي أنجبته أمها بحل عد زاديت، ولما تبت الله عز وجل خرجت لكم دينكم واليدين لا تظلمون ولا تظلمون وعند ربكم تختصمون. أما إذا تبت لله عز وجل فزت وربحت غنمت. ولكن لو كان نوجه لك سؤال أنا الآن دابا في هذه اللحظة وجاوبني بصراحة، ولما رجت جاوبني ماشي مشكل، واضح؟ كنت تظن يوما أنك ستصرع؟ كنت كتقول أنا آن 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 ذاك الجن اللي ما كاينش بحالي بحال غادي يجي شي نهار غادي نتصرع؟ مشكلة، مشكلة، بروبليم كبير هذا. ما كنتش كتظن أنك غادي تصرع، والسيد اللقاء
غيمشي يختم على هاد الحسبه ويذنب الناس وصافي. وكنت كنظن غادي تصعب، ولكن بالله عليك الان في هذه اللحظه تجلت لك قوه الله، ماشي قوه الراقي بطبيعه الحال، لاننا نقول ما قال الله يا راضي وكان عاد الهضره وصافي. بالله عليك الان تجلت قوه الله عز وجل، لمست معايا قوه الله. هذا راه غير بدايه، راه مقبلات، راه اتى القوقع، مازال ما قدمنا لك العشاء. واش تجلت لك قوه الله؟ لمست معايا قوه الله، لمست معايا قوه القران، لمست معايا القوه نتاع الدعاء ديال المظلوم على الظالم، لمست معايا الغضب ديال الله عز وجل لما حل بك وصرعت. عيد شد فراسك وجلاك الله، عيد شد فراسك وصرعت. الله قادر على كل شيء. ودابا اللي سالتك سؤال وجالك سؤال، هل تظن انك غادي تصبر وغادي تكافح وغادي تناضل وتوقف هذا الجسد؟ ودابا با شافك ولدي فيه جن، واش كنظن غادي يخليه؟ ان كانش غادي تقاصك الاباتشي مات شاقي، غادي تكرفس، اقسم بالله لا غادي تكرفس والله حتى تكرفس. انا كنقول لك، غير نقول لك، غير نذكرك نفكرك، يعني غادي نقول لك واش غادي يصرع لك حيت دابا تصرعت. قولهاش لا قولهاش، انا غير نقول لك، انا ما نعرفكش، انا لا علاقه لي بك، انا ما نعرفك، ما تصاحبتش معاك، ما درتش معاك قهوه، انا غير نذكرك، يعني عيق معايا شويه واش راني نقول. وانا تعرف دابا واش غادي نقول، كاين فهم، كاين فهم، ما تقولهاش، خاصك تفهم، خاصك غير تفهم، بغيتك غير تفهم. قولهاش انا غادي نعطيك واحد المثال. انا تقدمي تعرف اش راني ندير معاك هكا، حيت اول جيني كيصرا له بحال هادشي اللي صرا لك كنديرو معاه بحال هكا، كنبينو له كنقولو يا ولدي يا بني راك غادي تدخل في واحد الدوامه كبيره بحال شي واحد خشاو في شي قرعه وقام مخضوع، فهمتني؟ ما غاديش ترصى، غادي تعد. تخيل معايا يومين الرقيه، غادي تقاتلني صوت صفير البلبل فوي ولتي وي ويلي، غاتقاتوي والله العظيم، يعني غادي تعاني أتقاس، غادي تشوف الامر الراي، يعني انا وتخيل معايا بالله عليك دابا هو عارف راسو مسكون وفيه جن، كي غادي يسالي غادي يشوف هاد البنت المباشر، ها هو غادي يشوف، غادي نقول له راه فيك جن، وهاد الجني بالضبط ركز معايا، كان عارف بلي راك فيه، كان عارف، دوك حاليا عارف دابا صافي عارف، كيفاش؟ عاود واش قلت؟ كان هو كان عارف بانك راك فيه، كان يشك بانك فيه، لا واش كان عارف ولا كان يشك؟ واخا سيدي دابا راك تصرعت اسيدي، حنا نديرو كان عارف اسيدي، ونديرو انت كاع كنت تهضر معاه، ولكن دابا تصرعت، دابا لا تصرعت فتح الباب، ضغطنا على البطونه، الا ضغطنا على البطونه تبقى قابل للصرع في اي لحظه، تولي قابل للهرمكه والهراوه في اي لحظه، فهمت؟ تولي دابا خصك تكون في استعداد. انا نعطيك مثال نفكر كي نذكرك، عيق معايا وسمعني مزيان، دابا هو ما كانش يصلي وانت كتقطع له الصلاه ديالو ياك، ما بغيتش يصلي. الله يوفقك. دابا تخيل معايا انه كي غادي يتاكد باللي داكشي اللي كان عنده فيه الشك، وغادي نقول له شوف الا بغيت تبقى خصك تصلي. ونحن نصلي لنعبد الله. ونحن ندعو الله لان الله يستحق الدعاء، ونعبد الله لان الله يستحق العباده، ولا نعبد الله لكي يعطينا او يشفينا. يعني خصك تتوب لله توبه نصوحه سوى بريت سوى بريت لله عز وجل، ماشي غير باش تبرا. تخيل معايا هاد الفجر يفيق مع الصبح مع الفجر. ما سالي فيه! غير نحكي لك الاسواق غادي ينوض مع الفجر ويتوضا. والوضوء تعرف شنو هو الوضوء؟ لا شنو يا ري؟ غادي يتوضا، وكيتوضا غادي يصلي، وكي غادي يصلي ويحط الجبهه تاعو في الارض ويطعطوها في الارض. ما سالي نخليه! غنشرح لك وصافي. عين حكي لك دابا بلا ما تقول لي انت نخليه ولا ما نخليهش، شيطان بلا ما تقول لي انت تخليه ولا ما تخليهش، واش غادي نخليها؟ سمعنا صاحبي سمعنا، كونك جن انت، بغيت نحس بك جن، نحس بك غير نعجر هاد الدرك، وقف وجلس معنا في كرسي وفو شاي والعالا، عطاك كافي كريم ولا قهوه ونفهمك داكشي اللي باغي نفهمك، يعني لا داعي انك ترتاح. إلا كنت جيني بير فري ما خصكش دير هذا التصرف، جيني راه يدير رجل على رجل وجلس في كرسي، أما راه بحالك ما يطولوش، أصلا غير هو قادر يتكرفص عليك إلا استقم مع الله عز وجل، لأن الله يستحق العبادة، ماشي يستقم كما بعض المرضى يستقم غير باش يبرى، وكيبرى راك الدوامة اللي تخرج بالصالح، فهمت؟ إلا استقم لله عز وجل راه كافي أنه يهدك ويهد قواك. وأنا أذكرك الآن في هذه اللحظة أنه غادي يتوضأ
يعبد يصلي مع الفجر ويبكي على ربه ويناجي ربه ويحصل على ألم الفجر. اسمعني، وهذا الشرط سيشرط عليه وشرطه ربي عليه قبل ما يشرط عليه. 5 صلوات في اليوم، 5 مرات يتوضأ، 5 مرات يصلي. طيب شحال مركعة وشحال سجدة، سيضغطوا على نفسه ورد يومي ديال القرآن، زيد أذكار الصباح والمساء. واسمعني واسمعني، رقية كل ليلة. نعطيك أسبوع، نعطيك أسبوع غادي تخرج معاه في النار، تخرج لنا كلينكس بيضة تهز الدير بحالك. حيت ضعيف الجن القوي لا يفعل هذه الأفعال. أنا شوف، أنا أرى أن الجن اللي كرمه الله بقوة وحباه الله بقوة كيجلس كيتصرعش بحال ديك الصرعة. فهمت؟ يعني يعني أنت ضعيف، أنت في ملك الله لا تساوي شيئا. فدابا أنا بغيت نذكرك وصافي، يعني واش أنت مستعد أنك تبدأ هذه الحرب؟ عندك قوة، عندك شي واحد غادي يعاونك، أطلب شي مدد، غادي توصلك شي برويط نتاع السيما تسد بها على راسك، ما دير والو. الله عز وجل راه نزل واحد القرآن يهد الجبال، نزل واحد القرآن، الله أكبر، نزل واحد القرآن عظيم، القرآن ديال ربي قادر على كل شيء. يعني دابا في هذه اللحظة أذكرك وأنا أسأل الله أن يهديك، أسأل الله أن يغفر لك، أسأل الله أن يخرجك من الظلام والظلمات إلى النور. الشيطان يسعى منذ أن خلق الله آدم في أن يضلنا إنسا وجنا، وما هي إلا خطبة في نار جهنم يسعى لها سعيا، ونحن نسعى. موفقنا الله لأن يهدي الله على يدك رجلا خير لك من حمر النعام، كما قال النبي الأمام عليه أفضل الصلاة وزكى السلام. كنت يرى رأيك في السر، الآن لا، الآن انقلبت الموازين، الآن تقلبت الرويضة. فهمت؟ الآن تقلبت عليك القفة، غادي تكرفس. والله إلا كان فكرك أنا من أسأل إلا ليعبدون قدام جني كرمه الله بآية صورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. خصك تكون من هؤلاء، ماشي الطرمح كالذبيحة يوم العيد، خصك تكون من هؤلاء. سأل الله أن يهديك. أتذكر هذه الكلمات اللي غادي تهد القوى ديالك وتكسر عظامك وتبكي من شدة الوجع والألم. أتذكر هذا الكلام اللي قلت لك، لربما تما ما غاديش تلقى عندك قوة باش تخرج. اسمعني، نحن في هذه الأرض، عقل على هذا الكلام اللي قلت لك في أول لقاء كتكلم فيه أنت مع إنس، عمرك تكلمت مع إنس؟ تكلمت مع هو شخصيا. صافي هادي نخرج.
تخرج. انا ما قلت تخرج. الله يجي يقرب لك كرسي ويجي يجلس. قرب كرسي عندي هنا. قربوا هنا 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 لست حدايا. زيد 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 شو لصق هنا ركبتك التوشي فيها ركب زيان نعم زيان ركب في أحسن حال مش حال نسبة ندع في أحسن حال 100% درو نمشي بغيت نسوي لك شي أسئلة أنا ما قلت لك شخرج صافي خليني نهضر معك كتسمعني كتسمعك حاول تفيق اخويا حاول تفيق حاول تفيق شوي حاول تصحصح حاول تصحصح شوي خليني نهضر معك راك تسمعني كتسمعك راك تسمعني راك مزيان مزيان دابا دابا راك مزيان راك في احسن حال حاول تحكي لي شوية على حياتك مليحة حياتي كسميتو كسميتو يوسف يوسف ها يوسف واه حاول اخويا تجلس ريحني جلس ريحني مدرسك رجل مدرسك ريحني مدرسك ورك على الكرسي ورك على الكرسي واسمعني واسمعني وش راني نقول لك حكي لي شوية على حياتك وش الحاجة اللي تبدلت في حياتك في هذه الآونة الأخيرة في هذه العامات هذا الجوال ماشي هذا عام هذا عامين كامل كلشي كيفاش هذا عامين ما بقيتش كما كنت اسمو كنت اسمو ما بقيتش ها ها شوف الا بغيت تقبض راسك راك تقبض راسك تحل عينك تصحصح وتجلس حكي لي عامين ما كلشي ماشي هذاك هو بحال مشاكل كلشي بحال هاد الحوايج اللي تبدل حل عينك حل عينك ما بقيتش نصلي زيد ما بقيتش نصلي والمشاكل ديال المشاكل كانت الصباح زيد كانت الصباح زيد واش هادشي كان زيد شي حاجه اخرى القرايه القرايه كلشي ما كان مدة الباك حتى واحد ما بغى يقبلني كيفاش حتى ما بغى يقبلك في القرايه فين ما مشى كان ايس كريم كاين اه فين ما مشى ايس كريم ما يقبلوش كيفاش ايس كريم فين ما مشى يقيد ايوا فهمتك فين ما مشى يقيد ما كاين كنت تحسب القرايه ديالك طاجات واحد شوي لا انا ولا دزر هاد العمال اللي كيقول لك هي صافي ولات ازيرو ولا ما تسمط لنا في الدار ودائما غير نسحب غير غير نسحب غير 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 الزيرو تحت الزيرو ما كاين والو صراحه هذه كاين والو كاين والو ما كانش كيس كان دائما كان يقرا وكان كان موتيفي وكان يتصنت لينا وكان كل شيء ولكن قريب من هذه 3 سنين الحقيقه 3 سنين راه امين ونص ولا 3 سنين ولا ازيرو صراحه هذه ولا ازيرو ما بقاش يتصنت ولكن الرفاقه كاين الرفاقه نتاع السوق بزاف ما كاينش كاع الصالح كاع كاينش نهائيا زيد هذا الشيء اللي كاين ومعدل باك لهنا القرايه ما بغاش يزيد يقرا في الجامعه صافي ولا ازيرو ما بقاش يقرا كاع نهائيا ما كتعجبوش القرايه هو سمح هو سمح ومن بعد فين ما مشى مثلا ينسكري على حاجه اخرى ولا يدير حاجه اخرى ما قدرش نقول المشكل ديالك كله يكمن في راسك في عقلك ياك ما بقيتش كنت في عقلك الشخصيه ديالك في تصرفاتك في القرايه ديالك باختصار الذكاء ما بقيتش ذكي تحس براسك بليد وليت تنسى بزاف يعني كل المشاكل مجموعه في الراس واخا دابا ملي كنت جالس لهيا وصف لي باش حسيت في التالي كاع باش فقت كنت ملاح هاد شي مشاكل كيما الاول كنت كيفاش؟ حسيت شي حاجة حسيت بالراحة واحد شوية في التالي زيد هادشي واخا بغيت نسولك واحد السؤال كتحس براسك عندك شي صراع مع نفسك لداخل وحدة كتجيب ديك الجهة وحدة تجيب ديك الجهة كتحس بلي غير زوج ولا كاين الثالث شي حاجة بزاف د الحوايج وحدة تجبد منها وحدة تجبد منها وحدة تجبد منها لا هي جوج انت وحاجة انت وشي حاجة يعني ما كاينش حاجة أخرى ثالثة كتجبدك
واحدة تديك الهادي واحدة تديك الدي واحدة تبغي الضو واحدة تبغي الظلام واحدة تبغي تشاب الليل واحدة تبغي النهار امثلة بحال هكا ما كاين غير انت وانت وهذيك الحاجة انت شخصيتك والشخصية انت هذيك الحاجة هاد الحاجة الشخصية ديالها اسمو هي اسمو كتبغي الحوايج اللي ما كانوش انت درخت لي واحد صدق دجاجة ركز واحد صدق دجاجة صدقها في 2008 وفين ما كيسولو شي واحد كيقول له فوكاش واش نهار صدقت الدجاجة ولا مور ما صدقت ولا يترخ بها لا قبل ما صدقت الدجاجة مور ما صدقت الدجاجة بعامين فهمت دابا انت ترخت لي وقلت لي هادي عامين ترخت مادام حددت عامين الا كان واحد الفيصل ما بين واحد الحياة وواحد الحياة هاد الحياة نتاع هاد العامين سموهم الحوايج اللي ما كانوش فيك وليت كديرهم الطبائع اللي تبدلوا فيك الحوايج اللي تبغيهم وما كنتش كتبغيهم الحوايج اللي وليت كديرهم ما كنتش كديرهم بحال ديجا العصام كتعصب بوحدي القرايه ما القرايه ما بقاش كمل زيد ادق التفاصيل شي حاجه تبان لك انت تافهه غير قولها لي ما دست حاجه غير قول ما عرفتش بغيت فكرت فكرت براحتك صحاب السؤال المغرب كامل ولا كان يوسف خاطيه القمر شوف تصنت عليك خاطيه القمر ولا قمر ولا يدور على الفلوس فين مراهم يمشي يقمر بهم ويمشي مع دوك الصحاب السوء وما يتصنتش والقريه ما بقاش قاعد تسوق لها نهائيا وكان يصلي وبقى يقطع الصلاه كاع ما بقاش يصلي المهم مشى غير عند الحوايج الشامين جي نصليها كنقول في راسي غادي نمشي نصليها ولكن دائما شي حاجه كتطردني عليها زيد يعني الصلاه واحد قرايه لا اعصاب زيد شي حاجه اخرى ما هادشي اللي راني الصلاه قرايه والاعصاب زيد شي حاجه اخرى كاين شي حاجه خطوط حمراء تقدر تقولهم قدام تاكل لا ما كاين ما كاينش حاجه كاين غير هادو اللي قلت لك لا ما كاينش حتى حاجه متوسه بيناتنا لا لا ما كاينش حاجه متوسه بيناتنا ما كاينش حاجه ما مزياناش لا لا قطعا ما كاينش لا لا يعني نقولوا هاد ثلاث حوايج القرايه والصلاه والاعصاب فقط كلش كضرك دابا دابا راه ضرك كلش ضرك لا في الاول كنضلي هنا هاد الجهه زيد كتصبح شي هذيك مسدوده ما كتبغيش تاكل مع الصباح شي مرات شي مرات ودوك المرات اللي ما كتبغيش تاكل فيهم هاد المرات اللي قلت لي نتايا نهضروا على هاد المرات اللي قلت انت فهاد المرات بالليل كتحلم براسك تاكل لا لا عمرك حلمت براسك تاكل صافي كيطيح شعرك راه يطيح شعرك بزاف كيطيح هاد المرات ولا يطيح بزاف ما كانش يطيح بزاف نقدر نقول في هاد العام التالي ولا يطيح بزاف لا لا هاد الشهرين التالي ولا يطيح ليه راه ينوض فيك شي طاشات في لحمك بحال البرص هو راه عندي هادي شحال هادي وري نشوف عندي الحب هادي شحال بحال هكا كنحب دايما صافي فكاش عندو الطيارة فكاش عندو الطيارة نهار الجمعة علاش كنت مبكي انا علاش كنت مبكي على هاد النهار راك عارف هاد الحصة نعاود نذكرك نورمال خصني نمشي قبيله اه راني عارف كلشي واش عرفت انا راني قلت لك اودي ولا كان قلت لك كاع قبل ما تموت المرحومه الله يرحمها ويوسع عليها قلت لك اودي راني مقطع له في لوباند راني قلت انا قبل ما تموت دابا ما هو الحل دابا خلينا في ما هو الحل دابا الحل نتا عندك الحل راه عند الله ما راهش عندي الحل في يومين راه ما كاينش كاع حقيقه نشوف احنا الهضره ديالنا هكا دايره احنا الحل هي عند الله سبحانه عز وجل كلشي ولا ينظرك في قضيه حنا راه الحل عندك انت واه ما الحل راه عند الله سبحانه عز وجل حقيقه دابا واش يقدر يولي ولا ما يقدرش يقدر يزيد يقدر يزيد فين اجل الطيار اجل الطيار ما نعرف يدير مالادي يدير شي حاجه ما نعرف هذا هو اللي بغاه هو اني لا انا عندي انا الاثنين خصني نسني واحد قطع واحد الخدمه وخصني نسني الكونترا الاثنين لينيس ولكن كوماسي يمكن في 15 شوف لنا ماشي هذا هو البروبليم لك واش راسك قبل من الخدمه اللي هليك هو ندير مال الخدمه كاع راسك هو الاول قال يجيب الله مع احسن انا اللي دير خليها تمشي على الخدمه ولا المشكله هي ما قدرت معهم وهي ما قدش حاجه اخرى من قبل ويجيب الله هو كاين دوك خصك تبع الدواء ديالك واش غتمشي عاود غتمشي حتى تما وما غاديش تخدم راه الا بقيت مريض راه غتمشي حتى لي كلشي حنا ما دابينا واش اختا قولي واش انت قولي واش خلينا منه انت واش راك باغي هو عندك واحد الكونطرا شوف دابا خلينا نمشي كونطرا سيد راه مريض
واه واه قالت ايش سيمانه ولا غير سيمانه اعطيني غير سيمانه كافيه باذن الله عز وجل تقسم انا شتى الجمعه تقدر بشتى الجمعه الجايه وقال لك يسنيكم فوت لهم سنيات ألف بيسي ولا شي حاجه بحال هكا كاين كاين طرق باش تليفون ولا قاعد لا قادر اخويا تفوتها كاين سول جمال يعطيك حل حاجه مال ولا يعطيك حل راه كاين سنيات راه تطور لا ما يقدرش موحش هادو خاص هادو في شكل خوار هادو خاص تكون حاضر انت وتسني ديك الكونترا معاهم اختصار شنو ندير القرار اللي درتو هذيك انا ما كنتش عليك انا الراي ديالي والله نسوق على الخدمه راه انا راه ولدي وراه ساكن معايا ما يهمنيش يفوت هاد الكونترا هادي يبرا هو وديك الساعه غادي يجيب الله التيسير يقدر يدير لهم التليفون يقول لهم كاع راه يكذب كاع هذه يقول لهم براه مريض وانا راه مشيت ما غاديش نجي حتى لها فوقاش يقدر هذه يديرها ماشي مشكله يهضر معاهم يقول لهم ودي انا راه با مريض ايام انا ما غاديش نجي حتى الجمعه الجايه ديال المشكله كنهضروا عليها ديما هذا هو الكارثه اللي كنهضروا عليها من مشك فيه جنو تصرع ويمشي غدا غدا يمشي وهذا هو انا والله ما راني راه تعرفت ولا راني مشكله حتى انا راه نقول لك الصراحه والله راه قال الناس راه ساكنه هنا ساكنه في وجه دورات قاصره راه تعاني والله الا شهور وسنين واعوام قدرت تعيط لهم قدرت تعيط لهم نقول لهم شوف خصنا نزكي لهم شوف وازكي لهم غدا يعني باك الراي ديالي ما تمشيش من حتى تولي نورمال نيش انا نقولها لك برك لحقاش ليه راه ما كاين والو غادي تزيد ترول الحوايج وغادي تولي كما كانت ما كاين حتى حاجه اللهم داوي راسك راك ولدي داوي راسك احسن لك لا ما يلا خلي داك الكرسي وسير جبد الحياه خلي نختمو كيفاش خلي كرسي وسير خلي ريح معليش ريح ريح ناس 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 اللهم يا فاتح ابواب الفرج يا عليم بلا درج اللهم يا فاتح ابواب الفرج يا عليم بلا درج يا من شق البحر لموسى حتى خرج اللهم ان كشفت الضر عن ايوب ورجعت يوسف لابيه يعقوب يا من تسمع وترى يا من لا يعجزك شيء في الارض ولا في السماء ولا في الاجساد ولا في الابدان ولا في الورى يا عالم السر والاسرار والخفيات يا اله ورب الارض والسماوات يا من ترانا وترى مكاننا وترى حالنا وتعلم سرنا ونجوانا يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا من تسمع ذبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الملساء يا من لا يخفى على شرف علمك يا رب شيء في الأرض ولا في السماء اللهم إنا نسألك وأنت المسؤول لا خاب من رجاك ولا رد من دعاك يا مجيب دعوة المضطرين يا منجي الهالكين يا سامع الصرخات يا مجيب الدعوات يا رفيع الدرجات يا إله ورب الأرض والسماوات اللهم إنا نسألك وأنت المسؤول لا خاب من رجاك ولا رد من دعاك سألك يا رب بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها يا حي يا قيوم يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا دائم الفضل يا دائم الفضل اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستثرت به في علم الغيب عندك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا دائم الفضل يا الله يا الله يا الله أنت المسؤول لا خاب من رجاك ولا رد من دعاك يا مجيب دعوة المضطرين يا منجي الهالكين يا سامع الصرخات يا مجيب الدعوات يا رفيع الدرجات باليهود ومن هاودهم اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم اللهم عليك باليهود ومن سلك نهجهم واختفى اثرهم وتبع خطاهم اللهم عليك بالنصر ومن ناصرهم اللهم عليك بالنصر ومن والاهم اللهم عليك بالنصر ومن سلك نهجهم اللهم عليك بالنصر ومن اختفى اثرهم اللهم عليك بالنصر ومن تبع خطاهم المنافقين ومن وافقهم اللهم عليك بالمنافقين ومن وافقهم اللهم عليك بالمجوس ومن جاورهم بالسحرة ومن سلك نهجهم اللهم عليك بالسحرة ومن اقتفى أثرهم اللهم عليك بالسحرة ومن كان معهم اللهم عليك بالسحرة شتى وفرق اللهم يا ربي جمعهم واجعل اللهم يا ربي الدمار والشتات عليهم وبينهم بالسحرة ربي لا تجمع شملهم اللهم عليك بالسحرة ربي لا تجمع صفهم اللهم عليك بالسحرة ربي لا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم اللهم عليك بالسحرة شتت شملهم وفرق
اجعل اللهم يا رب الدمار والشتات عليهم وبينهم. اللهم عليك بالسحرة اجعل عاليهم سافلهم. اللهم عليك بالسحرة يا رب اخسف بهم وبدارهم الأرض. اللهم عليك بالسحرة سلط عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم عليك بالسحرة وخدامهم وجنودهم وأتباعهم وشياطينهم وأبالستهم. اللهم عليك بالسحرة ودورهم وديرهم وبيوتهم وخلواتهم وكتبهم وأسحارهم وسحرتهم وخدامهم ومن ناصرهم ومن والاهم ومن أعانهم ومن كان معهم. اللهم سلط عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم سلط عليهم ملائكة غلاظا شداد من فوق السبع الشداد لا يعصون كما أمرتهم ويفعلون فيهم يا رب ما يأمرون يضربون وجوههم وأدبارهم. اللهم سلط عليهم من لا يخافهم ولا يخشاهم. اللهم سلط عليهم غضبك وعقابك وعذابك. اللهم إن تركتهم في الأرض أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. اللهم أسلط عليهم الذل والذلة وعيشهم أذلة وأذقهم طعم الذلة. اللهم عليك بهم يا رب جميعا. اللهم عليك بهم يا رب جميعا. اللهم عليك بهم يا رب جميعا. اللهم عليك بمن خدموا أسحارهم داخل الأبدان وحولها في البيوت عمارا وخارجا. اللهم عليك بهم يا رب السماء والأرض. اللهم سلط عليهم ريحا خاسفة. اللهم سلط عليهم ريحا صرصرا في أيام النحساء. اللهم عليك بهم يا رب السماء والأرض. اللهم سلط عليهم غضبك وعقابك وعذابك. اللهم لا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم واجعل اللهم يا رب دائرة السوء عليهم. اللهم لا تعلي رايتهم ولا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم لا تقم لهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم يا رب مقصدا ولا غاية. اللهم لا تقم لهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية. اللهم شتت شملهم جميعا وفرق جمعهم جميعا. لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بكل متكبر متجبر عنيد. اللهم عليك بكل ظالم عنيد. اللهم عليك بكل خادم سيء. اللهم عليك بخدام لعن والحسد. اللهم عليك بمن توكلوا بلعن والحسد. اللهم عليك بمن عمروا الأبدان بلعن والحسد وتسلطوا بلعن والحسد. اللهم اخرج من الأبدان ضعافا أذلة وعشهم أذلة واحشرهم أذلة وأمتهم واذقهم طعم الذلة. اللهم اسحب من واضح أسرارهم. اللهم عليك بالسحرة وأسحارهم. اللهم أبطل أسحارهم أينما كانت على الأرض وكيفما كانت. اللهم جل أسحارهم أينما كانت على الأرض وكيفما كانت. جل حقائقهم. اللهم عليك بهم يا رب جميعا. لا إله إلا الله وما لم يشأ لم يكن وحسبنا الله ونعم الوكيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين. اللهم صل على محمد في الآخرين. اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد عدد ما ذكرك الذاكرون. اللهم صل على محمد عدد ما شكرك الشاكرون. اللهم صل على محمد عدد النجوم في السماء. اللهم صل على محمد عدد القطر والمطر. اللهم صل على محمد عدد أوراق الشجر. اللهم صل على محمد عدد الطيور في السماء. اللهم صل على محمد عدد ما طارت الطيور في السماء. اللهم صل على محمد عدد ما غاصت الحيتان. صل على محمد عدد ما غاصت الحيتان في البحار. اللهم صل على محمد عدد ما قرئ كتابك. على محمد عدد ما رتلت أحزابك. اللهم صل على محمد عدد حروف.
اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد أسعار كلها اللهم صل على محمد صلاة تجلي بها الأسعار كلها اللهم صل على محمد صلاة تفرح بها الأسعار كلها اللهم صل على محمد صلاة تفرح بها الأسرار كلها اللهم صل على محمد صلاة تشفينا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلاة تهدينا اللهم صل على محمد صلاة بها تنجينا من كل البلايا والآفات تنجينا اللهم صل على محمد صلاة بها تحفظنا صلاة بها تحمينا صلاة بها ترعانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم يا فهم مسلما فهمنا ويا معلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما ربي ما كان مصوب فمك وحدك ما كان خطأ أو سهو أو زل أو النطق أو الكلام فمن نفس ما الشيطان والله رسول منه وبراه والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الطاهر على آله وأصحابه ما دامت السماوات والأرضين وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا وجعا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما الشيخ سلام الله ما خليناش لا لا ما يناسش ايش الدنيا عبد الله احسن لك مضمض قيس ايوه بابا تمشي شيء ديالك وجيك تبعك قرب هذا الكرسي ماليش قرب الله هاك مزيان البركان مزيان 100% انا خفت نقول لك برايت وصافي ما غدر واحد الدرقي ودينا ما نتيقش والله سيدي واش انا قلت لك تقس انا غير قول لي واش انا قلت لك تقس لا انت ما قلت ليه انا قلت لك انا ما كنتيقش كثر منك انا كون يخرج هكا ويهز بوعزو ويجي خارج ويقول لي الله يوفق الله يستر نقول له ما تيقش الله يرحم لك الوالد الله يجزيك لكم كان الحاج الله يجزيك بخير استاذي لله الله يهز بوعزو قلت لك والله لا كاع يضوماندي كاع هوندا باش يهز قشوم يقول لك لا ما خرجش انا ادرى ما كنقولش خرج نادرا فين نقول خرج وكي كنقول خرج كنحاول نجمع ادق التفاصيل باش نتاكد انه خرج الله يجزيك بخير يعني ماشي غير اجي نقول خرج الله يرحم والدينا والله العظيم انا راه تعرفت ولا انا راه شتي ولا مرض تلاقاش علاش مع داك النهار هضرت مع ماشي الاخ ديالك هذا شكون لا الاخ ديالك انا هضرت معاه قلت له ودي راه واش هضرت مع السي محمد قال لي ودي راه عندنا شي موت قلت له ودي راه عندي الخبر وراها واش كاين قال لي غادي نقول له